بسم الله، السلام عليكم. مش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اليوم جبت لكم العمونه او البريوش. نروحوا نشوفوا العمونه او البريوش واش عندنا. عندنا هنايا كاس ونص تاع حليب. حليب يكون دافي، مش سخون مش بارد، يكون دافي. كاس ونص، كاس ونص تاع حليب. واللي ما عندهاش حليب دير الماء نورمال فوالا. ومغرف كبيره تاع خميره مش معمره. ربع كاس تاع السكر، ربع الكاس. هنا تجي شويه، هنا البريوش تاعنا او ليمونه، هنا يجي شويه صامت. فوالا، تحبي تزيدي السكر زيدي ديري نص كاس. انا درت ربع كاس خاطرش راح ندير له كريمه. خليت هذيك الخميره بعد ما خمرت لي شويه، خليتها شويه برك ماشي بزاف، عبر ما خمرت شويه. دوك نزيد لها شويه تاع الزيت، نخلوها شويه تريح ديك الخميره باش يخمر لنا تمتم. دوك الزيت هنايا راح نحط ربع كاس، ربع كاس تاع الزيت اللي هي 5 مغارف او 4 مغارف. فوالا، ربع كاس كيما راكم تشوفوا، ربع الكاس تاع الزيت هي اللي هي 5 مغارف ولا 4 مغارف. هانا تاع الزيت، تحبي ديري الزبده ديري الزبده نورمال، ديري 2 مغارف تاع الزبده. مغرف صغيره تاع ملح معمره مليح خاطرش درنا السكر ناقص، وحبه تاع بيض بياض برك، حبه تاع بياض البيض والصفار هذاك نخلوهم بعد نطلو به. فوالا كيما شفتوا حطيت البياض وخليت الصفار. دوك نخلطو ونحطو هنايا مغرف تاع السانوج. فوالا، ديري اي زراره عندك. حبه الحلاوه تجي بزاف بنينه بحبه الحلاوه. العمونه تحب حبه الحلاوه، الا كانت عندك حبه الحلاوه حطي حبه الحلاوه. انا كان عندي السانوج حطيت السانوج. دوك نحط كيس خميره تاع الحلوى اختياري، ماكش عندك ما ديريش كيس الخميره على خاطرش باش يجينا خفيف، يجينا بريوش تاعنا خفيف. دوك نعجنو مليح هكذا بيدينا ونخلو شويه العجينه تاعنا شويه جريه، ما نديروهاش ناشفه ما نديروهاش قاصحه باش يجينا البريوش تاعنا خفيف. شوفوا راني نعجن غير بصبعتي برك. فوالا، هذاك اللي باش العجينه تاعي تجينا خفيفه وتجيني شابه. ما شوفوا شحال تلصق في يدي العجينه تاعي. شوفوا هنا طيت لها الدلكه هنا شويه برك ماشي بزاف، عبر ما العجينه تدخل في بعضها. نحطها في الصاشي ونخليها تخمر. شوفوا بعد ما حطيتها في الصاشي خليتها واحد 20 دقيقه هكذاك، من بعد ما لحقتش في الصاشي تمتم تخمر، في الصاشي 5 دقائق تخمر. فوالا، انا خليتها شويه عاود رجعت ليها لقيتها خمرت. دوكا نكسر لها هذيك الخميره تاعها. فوالا، نكسل هذاك البريوش تاعي كيما هكذا. فوالا، ومن بعد نقطعوه بالموس. فوالا، نقطعوه هكذا قطع صغار، ومن بعد نكوروه كيما هكذا، كيما شغل نورمال كيما نعجنو مطلوع عادي هكذا، ونكوروه هكذا باش يجينا مكور وشبع. دوك السنيوات تاعينا هنا دهنتها بالزيت، ما رشيتهاش بالفرين، دهنتها بالزيت ونحط فيها هذيك الحبه تاع البريوش ونخبزها الحبه باش نمشي نكورها ونخليها لا يجينا خشين بزاف ويجينا خضر هكذا باش يجينا البريوش تاعنا. داك هو فوالا بريوش ولا لامونه كيما تقولوا نتوما. فوالا، الناس الغرب يقولوا لامونه، وناس العاصمه وناس البليده يقولوا البريوش. فوالا هكذا نخبزوها باش ما تجيناش خشينه بزاف. فوالا، هاي ليكم لامونه تاعنا بعد ما خبزناها في السنيوه، السنيوه تكون مدهونه مليح. دوك نغطوها ونخلوها تخمر. دوكا هنا عندنا الصفار بيضة ومغرف تاع حليب، خلطوهم مليح. وعندنا شويه تاع كوكو ايفيل اختياري، كان عندك الزراره حطي الزراره، حبه الحلاوه ولا سانوج ولا واش كان عندك. فوالا، داك الصفار اللي خلطنا مع الحليب. دوكا هم خمروا معنا حنا هنا، ما نخلوهمش يخمروا بزاف، شويه ما نخلوهمش حتى يسيحوا بالخميره، غير شويه برك. فوالا، مخمروا معنا حنا هنا، ومن بعد يكملوا الخميره تاعهم في الفول. نشعل الفور قبل، نشعلو حتى يسخن مليح مليح الفور، نشعل الفور يسخن مليح مليح، ومن بعد نقصلو ونحطهم يطيب. نشعلو الفوق والتحت نحطهم يطيب، ونكون منقصل ونحط لهم يطيب. واللي عنده الفور يشعلي على جه، شعلي نخلي الفور تاعك يسخن مليح، ومن بعد شعلي لهم التحت. فوالا، كي تشوفيهم طابو شعلي لهم الفوق يحمر. فوالا، ندهنهم بهذاك صفر البيض والحليب. تحبي تدهني غير بالحليب برك دهني بالحليب برك. فوالا، دوك بعد ما دهناهم كامل بهذاك صفر البيض، فوالا هاهم ليكم. دوكا ندير لهم شويه كوكو ايفيلي ونحطوهم ديريكت في الفور ونخلوهم حتى نشوفهم طابو معنا من التحت وتحمروا من الفوق. فوالا، خلي البريوش يطيب مليح، بصح كي يطيب مليح ماشي كي يتحمر، خليه يطيب مليح. فوالا، كي تشوفي طاب مليح من التحت نقصي له الكوشه وخليه. فوالا، هاهم ليكم. بعد ما طابو معنا هنا، حطيتهم انايا هكذاك واحد 15 دقيقه في الفور، 15 دقيقه في الفور نحيتهم.
فوالا شوفوا كيفاش جاوا معانا، كيفاش خامرين معانا عليكم. وهذاك اللي تحطوهم لازم تحطوهم بعد على بعضهم، كيزيدوا يخمروا يلصقوا في بعضهم ويفسدوا لنا. هنا نوري لكم وحده كيفاش طاب معنا من التحت، شوفوا سخونه انا حقتني في يديا. فوالا شفتوا شحال طايب معنا، خليته طاب مليح خاطرش عليه راه خشين، البريوش تاعي راه خشين باش ما يجينيش خضر في الوسط. دوك نروحو نديرو الكريمه تاع الباتيسري. الكريمه تاع الباتيسري واش عندنا؟ عندنا زوج مغارف تاع فرينه وربع مغارف تاع السكر. كيما تقدري ديري المايزينا، فوالا انا حطيت سكر كلاص، تقدري ديري تحطي سكر تاع الطابله نورمال. نحطو زوج مغارف تاع فرينه وربع مغارف تاع السكر وزوج كيسان حليب. انا هنا اللي كثرت السكر، هنا الكريمه راهي تجي حلوه بزاف، علاه البريوش اللي درتو صامط. فوالا تسمى هنا تقدري تنقصي السكر، تقدري ديري غير 3 مغارف ولا زوج مغارف. كيما تقدري ديري شوكولا. فوالا انا حبيت ندير لكم هكذا بالكريمه، حبيت ندير لكم لامونه ديريكت، لامونه ما نقص فيها والو وما نزيد فيها والو. فوالا بالنسبه للمبتدئات اللي مازال ما خدموهاش. دوك هنا بعد ما طابت الكريمه تاعنا حطيت عندنا ونقصت لها، بقيت نخلط. بعد ما طابت الكريمه تاعنا نحط لها هكذا مغرف تاع زبده، مغرف تاع زبده اللي هي 20 غرام هكذا كيما راكم تشوفوا، 20 غرام تاع زبده ماشي بزاف، شويه برك ولا سمن واش كان كاين عندك. فوالا تقدري تزيدي لها كريم شونتي تاني. فوالا انا حبيت نديرها لكم هكذا لامونه تاع المحلات، ما نزيد لها والو وما نقص لها والو. هذه هي لامونه تاع المحلات اللي تشروها من برا. دوك هذيك الكريمه نغطيها بالصاشي باش ما تدلش القشره، ونحطها تبرد ونخلي ثاني البريوش تاعي تبرد، حطيته في سله وخليته. فوالا تبرد الكريمه ويبرد البريوش ومن بعد نبداو نخدمو. دوك الكريمه تاعنا هاي اللي كون بردت والبريوش تاعنا ثاني برد، خاطر شكون نحط هذيك الكريمه وهو سخون رايح يتسيح لي ديك الكريمه. دوكا هنايا لازم يكون عندك الموس تاع السنين، لانه موس تاع السنين باش ما يخسرلكش البريوش تاعك، ما تجيبيش موس نورمال، لا لا جيبي الموس تاع السنين باش البريوش تاعك تجي تقطعي يتقطع لك مسكم. انا دوك نقطعو هكذا هكذا في الوسط، قطعوه هكذا في الوسط، شوفوا كيفاش طايب معانا، ما هو خضر ما هو والو. فوالا نقصت له الفول وخليته انا، وما تغفليش عليه راه ما يديش طياب. انا 15 دقيقه طاب البريوش راه ما يديش طياب، علاه؟ العجينه تاعنا خفيفه كاع واش كاين. فوالا بريوش ولا لامونه، قلت لكم الناس الغرب يقولوا لامونه، فوالا الناس الغرب يقولوا لامونه، وناس العاصمه وناس البليده يقولوا البريوش. فوالا هكذا نزيروا عليها مليح باش تشد مع اختها، زيري عليها شويه برك. هاي ليكم شوفوا، دوك نجيبوا نرشوا عليها شويه تاع السكر كلاص، مغرف صغيره برك ما نكثروش تاع السكر كلاص. فوالا شويه هكذا رشه خفيفه برك باش نطبعوا هذا مكان. وهاي ليكم الحبه تاع البريوش تاعنا واجده، شوفوا فوالا. دوكا نزيد نقطع معاكم واحده اخرى تاني، شوفوا نروحوا للوسط نقطعوا في الوسط، في وسط الحبه فوالا باش تجينا الحبه كامل كيف كيف، نقطعوا في نص الحبه فوالا هكذا سيرتين، نبقاو نمشوا في الموس حتى يتقطع كامل. فوالا هذه هي ميني لامونه او ميني بريوش، فوالا كيما تعرفوه نتوما وكيما تسموه نتوما، كل واحد كيفاش يسمي. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا الكريمه، انا مانيش نكثر نحط شويه برك فوالا باش تزيد له الحلاوه برك، خاطرش علاه قلت لكم انا ما كثرتش السكر، ثم انا حبيت البريوش تاعكم او لامونه تجيكم حلوه ديروا نص كاس تاع السكر، ولا ديروا كاس، لا درتوا كاس يجي حلوه بزياده ديروا نص كاس تاع السكر. انا درت غير ربع كاس تاع السكر. فوالا على جال راح نحط له الكريمه، وعلى جال وليدي تاني ما نحبش نعطي له السكر بزاف، هذاك علاه وليدي يحب البريوش ما نحبش نكثر السكر. فوالا الاخرين ندير لهم الكريمه كيما هكذا، واللي ما يحبش السكر نحطها له هكذاك صامته. فوالا هذه هي لامونه تاعنا بعد ما كملناها. شوفوا انا نص درت لهم السكر ونص ما درت لهمش، والنص درت لهم الكريمه ونص ما درت لهمش، خاطرش الزوج تاعي ما يحبش الكريمه. فوالا نص خليته هكذاك بلا كريمه ونص حطيت له الكريمه. فوالا كيما راكم تشوفوا هذو اللي بلا كريمه وهذو اللي بالكريمه. فوالا تحبوا ديروا شوكولا ديروا شوكولا. فوالا هذا هو البريوش تاعنا، ان شاء الله يعجبكم وخفيف على اليد واقتصادي، المكونات تاعو متوجدين في كل بيت هكذا مع الصباح، هايل مع الصباح وخفيف. وخي من تنوضي الصباح تروحي تشري ولا تروحي تخبزي ولا كذا تلقيه واجد. انا هذا الكاس كاس ونص تاع الحليب، هذاك الكاس انا كبير يوزن 220 مليلتر،
كاس كبير تاع الحليب، كاس ونص تاع الحليب، كاس ونص تاع الحليب. خرجوا لي 13 حبه، خرجوا لي 13 حبه. والكاس هذاك راه كبير كيما يقولوا الجزائريين، الكاس تاع الكازوز، كاس تاع الكازوز اللي يوزن 220 مللتر، 220 مللتر. خرج لي 13 حبه، كاس ونص حليب خرج لي 13 حبه. فوالا كميه لبس بها بالنسبه لي عندها عائله، راح يكفيك. فوالا دوكا هنايا شوفوا نوريكم كريمه في الوسط، انا ما كثرتش الكريمه، حطيت غير شويه برك، قلت لكم ما نحبش نعطي لولادي السكاكر بزاف. فوالا حطيت غير شويه تاع كريمه برك، ما كثرتش. وهذيك الكريمه اللي حطيت منها وبقات لي فضلت لي، تما نتوما اللي حبيتوا تحطوا له كامل الكريمه راح تكفيكم. هذيك الكريمه اللي خدمتها معاكم راح تكفيكم، انا هذيك راني درت منها النص وبقى لي النص تاع الكريمه. ان شاء الله يعجبكم، شاهدكم في الجنه، مع السلامه.